القريب العاجل وقفات مماثلة خدمة للثقافة الشعبية والثقافة في شموليتها وبداخلها طبعا الموروث الثقافي، خدمة للأجيال الصاعدة التي تعيش استلابا حضاريا وتكنولوجيا رهيبا، من شأنه أن يطمس الهوية الثقافية ويرتبط بها من وما يرتبط بها من موروثات ومأثورات غنية. أو نختلف لنبني معا أفقا لحداثة الثقافة الشعبية، واعدا بغد الأفضل وممكن لموروثنا الرمزي واللامادي. هاتي بالسداد والتوفيق وبالمقام السعيد لضيوف الاتحاد بهذا الفضاء الأنيق والجميل، والشكر موصول لإدارة المسرح وكل من قدم المساعدة من بعيد أو قريب، وشكرا لكم. سي محمد ممر رئيس الاتحاد المغربي للزجل، اليوم انتم حاضرين معنا في واحد اللقاء اللي هو اليوم الدراسي للاتحاد المغربي للزجل اللي منظمه تحت شعار الحداثه الشعبيه تعاقد الحاضر مع المستقبل، وداخل في اطار واحد السلسله ديال البرامج اللي مسطرها الاتحاد المغربي للزجل منذ المؤتمر الوطني الاستثنائي، ومن خلاله بغينا نخرجوا بمجموعه ديال التوصيات اللي كتهم الثقافه الشعبيه بصفه عامه، وفيها مجموعه ديال المداخلات من طرف بعض الاساتذه باحثين ونقاد في الميدان. من ناحيه ثانيه ان الاتحاد المغربي للزجل من بين الاهداف ديالو هو يجمع اللمه ديال الباحثين والنقاد والاكاديميين مع الزجاله والزجالات والمهتمين بالشان الثقافي بصفه عامه، وخصوصا الزجل والثقافه الشعبيه. الزجل هو جزء من الثقافه الشعبيه، والهدف ديالنا من هذا اللقاء هو يعني نكونوا مساهمين في الشان الثقافي المغربي بصفه جاده ومسؤوليه، واختيار مجموعه ديال القرارات اللي نقدر نكونوا حنا من بين الجمعيات الوطنيه اللي كتساهم في تشييد واحد الصرح قوي ديال الثقافه المغربيه لانه هو الرهان. تركيبه الحداثة الشعبيه، هذه التركيبه هي مستهجنه نوعا ما في لا توافقيتها، بمعنى ان الشعبي دائما نعتبره موروث، دائما يتجدر الى الماضي، ولكن الحداثة كما قال الأستاذ فينش في مداخلته الأكاديمية حيث فتح قوس وأغلقه، فقال بأن مثلا الشمعة لم يتغير النص أو البنية النسقية، ولكن التغيير كان في الطريقة، في طريقة الأداء وفي طريقة الإلقاء. اليوم كنشوفوا زجل جديد، زجل هناك مدارس زجلية، مدرسة العطارية، مدرسة بن سعد، هناك الروائع وهناك الوقائع. يجب، كان في البداية خطاب يؤسس نوعا ما للتراجع، أثار يعني استيائي وسؤمي، ولكن يعني سار الموضوع في اتجاهه الذي نطلب. الحقبة ديال الجلجلالة وديال الناس الغيوان، ونقدر نقول أنه آنذاك كانت هي الأغنية الشبابية، يعني حنا آنذاك هو الجيل ديالنا كشباب، وهذيك هي الأغنية الشبابية. بطبيعة الحال خداو من الموروث الثقافي، ولكن بدعوا العروبة الله يرحمو الله يرحمو ومولاي عبد العزيز الطاهري، يعني كانوا منتوج ديالهم فيما يتعلق بالزجل. أنا كنظن أنه ولو ما كانش ناقدين في لهذا الزجل الملتزم، ولكن كان واسع الانتشار، يعني كان هو المتردد أكثر حتى من الأغاني العصرية المغربية. أهلا الاتحاد المغربي للزجل، مشكورا قد أعاد يعني النظر في مجموعة من يعني من الادعاءات التي تقول أن القصيدة الزجلية ليست قادرة على التعبير، وأنها ليست تحمل تلك الشاعرية من خلال يعني أن الشعراء عندما يتحدثون باللهجة فإنهم لا يستطيعون التعبير أو لا يستطيعون الإتيان بصور بلاغية وصور جمالية كما يمكن أن يوجد في يعني في يعني أجناس أدبية أخرى. والتأكيد على أن الزجل قادر على التعبير عن مختلف مناحي الحياة، وأيضا يمكن اعتباره متحفا حيا للتعبير عن مجموع ثقافات ومجموع الطقوس والعادات والتقاليد وما إلى ذلك بطريقة مختلفة. إذن تحيين تلك الأشكال للتعبير عن المجتمع والتعبير عن الذات وعن أمال هذه الذات وآلامها وأحلامها ومختلف ما تعانيه، سواء على مستوى الواقع وسواء من خلال ابتداع لغة جديدة يعبرون من خلالها بشكل فني وجمالي عن المجتمع.